أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم بيان معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، فكثير من الناس يستدل بهذا الحديث على قتل المعاهدين والمستأمنين. أول شيء إن الرسول ما قال اقتلوهم، اقتلوا المشركين في جزيرة العرب. ثانيا بل قال أخرجوهم. ثانيا أن المخاطب بهذا هم ولاة الأمور، هم الذين يملكون إخراج المشركين وليس الأفراد، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. فهؤلاء مخطئون في فهمهم للحديث. نعم، أول شيء أنهم قتلوهم ولم يخرجوهم، الرسول لم يأمر بقتلهم. الأمر الثاني أن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر. الأمر الثالث أن هؤلاء معاهدون أو مستأمنون، فيجب تأمينهم ولا يجوز قتلهم، وإذا انتهت مدتهم يذهبون إلى بلادهم، يذهبون إلى بلادهم، أو حصل منهم مخالفة فإن ولي الأمر يسفرهم. الأمور مضبوطة بضوابط ليست فوضى. نعم.